بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، هنيئا لكم، هنيئا لكم شهر رمضان، هنيئا لكم أن صمتم وقمتم لله سبحانه وتعالى. إن هذه نعمة عظيمة، إن هذه نعمة كبيرة أن جعلنا الله من هذه الأمة، أن من الله عز وجل علينا بالإسلام. هذه النعمة التي قال الله عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا، نفتخر بأن جعلنا الله من المسلمين ومن الموحدين، ونحمد الله عز وجل على نعمة الصيام. قال سبحانه وتعالى في آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، تشكرون نعمة الله عز وجل أن وفقكم للصيام، لأن الصيام عباد الله فيه مصالح الدين ومصالح الدنيا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يكفر الذنوب، كما أنه يصح البدن، كما أنه يجدد الإيمان ويرق القلب وتدمع العين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي اعتنينا به في رمضان لا ينبغي أبدا أن نهجره بعد رمضان. عباد الله، إن من شكر نعم الله عز وجل أن نستمر على الطاعة وأن نداوم عليها وأن نثبت عليها، فينبغي أن نكون عبادا لله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. يقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فنحن عباد لله في رمضان وفي شوال وفي كل الشهور في كل وقت وحين. الله عز وجل تعبدنا، خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، لنا عبادات في العيد نتعبد لله عز وجل بها. أول تلك العبادات أن نخرج مكبرين مهللين معظمين شاكرين حامدين لربنا سبحانه وتعالى. عيدنا أهل الإسلام عيد التكبير، عيد التحميد. يخرج المسلمون يهتفون باسم الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعظمون الله ويحمدون الله سبحانه وتعالى. لنا عبادات من صلة الأرحام وبر الوالدين، لا تنسوا يا عباد الله إدخال السرور، إدخال السرور على أرحامكم. صلة الأرحام سبب لبسط الرزق والبركة في العمر، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عباد الله، لا تنسوا بر الوالدين. بر الوالدين ربما فرطنا في كثير من هذا الخير الذي هو باب من أعظم أبواب الجنة. وبالوالدين إحسانا: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك.
هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل يستأذنه في الجهاد قال ألك أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة ثم، أي هناك الجنة. فحث صلى الله عليه وسلم على بر الأم وعلى صلتها، وحث سبحانه وتعالى على بر الوالدين. وهذه أيام توصل فيها الأرحام ويبر فيها بالوالدين برا خاصا ويحسن إليهما، فلا تنسوا ذلك، لا تنسوا إدخال السرور على إخوانكم المسلمين من الجيران والأحباب ولو بالاتصال بالهاتف، فيه إدخال للسرور على المسلمين، تهنئهم بالعيد. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا في العيد تصافحوا وهنأ كل منهم أخاه قائلا تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الذي يشغل بال المسلم، أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله، لا تنسوا حقوق إخوانكم المسلمين، لا تنسوا أن أخاك المسلم في كل وقت في كل زمان في أي أرض من أرض الله هو أخوك، ينبغي عليك أن تحبه وأن تحرص عليه وألا تظلمه وألا تخذله وألا تسلمه. يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. احذر يا عبد الله أن تظلم أخاك المسلم. إننا في وقت فتنة واضطراب ومحنة واختلاف، نحتاج إلى تآلف، إلى مودة، إلى إصلاح. وهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وقبل ذلك رغب فيه سبحانه وتعالى وأمر به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نحن أمة واحدة، أمة الإسلام. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الإصلاح وحذر من البغضاء، قال لا تدابروا ولا تقاطعوا، لا تدابروا ولا تقاطعوا، المسلم أخو المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه وحذر من البغضاء والتدابر. قال إياكم والبغضاء، إياكم والبغضاء، فإنها الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. إن أعداء هذه البلاد وأعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا بين أمة الإسلام، يفرحون بأن يضرب بعضهم بعضا وأن يقتل بعضهم بعضا وأن يسفك بعضهم دم بعض. ينبغي أن نحذر من الفرقة ومن الاختلاف ومن الفتنة والاضطراب، ينبغي أن نسعى إلى الإصلاح، فليكن بكل منا مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولو بلسانه ولو بكلمة طيبة. لا تنسى يا عبد الله أن الكلمة الطيبة صدقة، لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بيننا، وكان هذا من دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. فنسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. عباد الله، لا تنسوا صيام ست من شوال. يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. عباد الله، أرضكم هذه أرض الإسلام، أرض طيبة، طالما خرجت العلماء والأبطال
والقادة طالما خرجت منها الجيوش الإسلامية تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هزمت الصليبيين وقهرت التتار وخرجت وخرج منها العلماء، علموا العالم دين الإسلام، علموا العالم رحمة الإسلام، علموا العالم هذا التوحيد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. أرض مصر أرض الإسلام، أرض الأزهر، أرض المآذن، أرض الصوّن، أرض القيام، أرض مصر أرض التي ينتشر فيها تفطير الصائمين، أهل مصر ينتشر فيهم التدين وحب الخير وحب الدين، لا يتنازلون عن الإسلام أبدا ولا يبيعون دينهم بإذن الله سبحانه وتعالى بالدنيا كلها، لا يبيعون دينهم لأنهم يحبون هذا الدين ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم. علينا عباد الله أن نتمسك بديننا وأن نكون آية حقيقية لتطبيق هذا الدين بأخلاق الإسلام. أين أخلاق الإسلام بيننا؟ أين التواضع؟ أين التراحم؟ أين التكافل؟ أين عباد الله احترام الكبير؟ أين لين الجانب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نحن أحوج ما نكون إلى هذه المعاني، أن تنتشر بيننا، أن ينتشر بيننا التراحم والتكافل، وليعطف الغني على الفقير والقوي على الضعيف. إن بهذه الرحمة التي تكون بيننا يرحمنا الله سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد وأن يوفقنا للصواب، نسأله عز وجل أن يوحد صفنا. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أخرجنا من هذه المحنة سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها أمنا واستقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تشمد بنا الأعداء، اللهم لا تشمد بنا الأعداء، اللهم لا تشمد بنا الأعداء. اللهم ارفع راية الإسلام في مصر، اللهم ارفع راية الإسلام في مصر، اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنه وسدده يا رب العالمين، ومن أراد سوءا أو شرا فأشغله بنفسه واكفنا شره يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.